السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل مع بعض السيل ميديتد إيميونيتي. النهاردة هنتكلم عن بارت 2 يعني أو نمبر 2 الجزء الثاني من سيل ميديتد إيميونيتي. اوكي، phases of T cell responses. انتوا عارفين طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده انه لابد انه ردود الافعال المناعيه للمناعه المكتسبه سواء الهيومرال اميونيتي او السيل ميديتد اميونيتي تحدث في sequential phases، يعني في اطوار متتاليه متتابعه بيترتب بعضها على بعض. الكلام ده ليه؟ الكلام ده علشان في السيل ميديتد اميونيتي احنا محتاجين انه T cell تتحول من نايف الى افكتور سيل، من خلية نايف لم تقابل أي أنتجين ولم تتعامل مع أي أنتجين من قبل إلى إفكتور سيل قادرة على أنها تتعامل مع الأنتجين أو مع الباثوجين بشكل عملي. طبعا الكلام ده بيتم عبر الستيبس اللي موجودة ديت، وبيساعد على الكلام ده حاجتين مهمين جدا، الريسبتورز والكوريسبتورز الموجودين على أسطح الخلايا والسيتوكاينز اللي بيتم إفرازهم من الخلايا، وبالتالي بيساعدوا كتير جدا على عمليات الاكتيفيشن والديفرنشيشن المتتاليه، وبالتالي وصول الخلايا الى افكتور فيز قادره على ان تتعامل مع الاصابه. الفيزز ديت عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر 1 ريكوجنيشن فيز، الخليه قادره على انها تعمل ريكوجنيشن لوجود فورين انتيجين وبالتالي وجود باثوجين. نمبر 2 الاكتيفيشن، الريكوجنيشن ده بيترتب عليه ايه؟ ان في سيجنال بتوصل للخليه المناعيه تي، وبالتالي يحصل ترانسدكشن للسيجنال دي داخل الخليه، يحصل تغيرات في الخليه تحولها من نايف سيل الى اكتيف سيل، يعني تعمل لها اكتيفيشن. وبعدين كلونال اكسبانشن، الخليه دي لازم تعمل يتكتر العدد بتاعها علشان تبقى قادره على ان تتعامل مع الاصابه، فتعمل بروليفريشن بشكل كبير جدا علشان السيلكتد كلون اللي عملت ريكوجنيشن توسع النسخه بتاعتها وتكترها بحيث انها تبقى قادره على ان تتعامل مع الباثوجين. بعدين بعد كده ديفرنشيشن، الخليه بقى بتحضر او الخلايا دي بتحضر نفسها الى انها تبقى قادره على ان تعمل اتاك على الباثوجين بطريقه ما، او تبقى قادره على انها تفرز سيتوكاينز بطريقه ما على حسب نوع الخليه. وبعدين الافكتور فانكشن اتسلف، ازاي الميكانيزمز او ازاي الاليات اللي الخليه بتقوم بيها علشان تخلص الجسم من الباثوجين ده، او لو كانت سي دي 4 بوزيتيف تي لينفوسايت مثلا يعني تي هيلبر سيل، ايه هي الاليات اللي بتقوم بيها علشان تعمل اكتيفيشن لاذر كومبوننتس برضو كافكتور سيل. او بعدين بعد كده التي سيل كونتراكشن، بعد ما يحصل اليمينيشن للباثوجين او للخلايا المصابه في جسم الانسان، ازاي بقى يحصل سيلف ليميتيشن للايميون ريسبونس، يعني ازاي يقل عدد الخلايا الافكتور لان وجود الافكتور سيلز لمده زمنيه في الجسم من الممكن ان هو يؤدي الى اوتو ايميون ديزيز او الى مشاكل اخرى. وبعدين جنريشن اوف ميموري، بقى احنا عارفين طبعا ان الميمورايزيشن دي خاصيه من خواص المناعه المكتسبه بشقيها، وهنا بنتكلم عن سيل ميديتد اميونيتي، وبالتالي لابد من وجود ميموري سي دي 4 وميموري سي دي 8 بوزيتيف تي لينفوسايتس. Okay, phase number one is antigen recognition. Means the ability of the T lymphocyte to recognize the presence of foreign antigen. And actually, each T cell contains a specific, unique receptor. اتكلمنا عن الموضوع ده كثيرا وخضنا فيه كثيرا، مسألة قدرة الجهاز المناعي على إنتاج wide variety of clones. الكلونز دي بتختلف عن بعضها في الريسبتورز. هنا بنتكلم عن تي سيل ريسبتور in addition to other co-receptors. قادر تي سيل ريسبتور على انه يعمل ريكوجنيشن للانتيجين. الانتيجين هنا في حاله التي سيل لازم يبقى presented by an antigen presenting cell. In case of CD4 professional antigen presenting cell using MHC class 2 molecule. In case of CD8 positive T lymphocyte, any nucleated cell which is infected can present antigen using MHC class 1 molecule to the CD8 positive T lymphocyte. المسألة هنا مسألة signaling، بتوصل signals من الانتيجين presenting cell عبر قدرتها على انها تعمل presentation للانتيجين بالMHC
وبالتالي يبقى فيه هنا نوع من الاتاتشمنت ما بين التي سيل ريسبتور من جهه والسيلف نون سيلف ستراكشر من جهه. السيلف نون سيلف ستراكشر ده عباره عن ام اتش سي بلس ذا بيبتايد انتيجين على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل، والتي لينفوسايت عندها تي سيل ريسبتور ان اديشن تو كو ريسبتورز ثانيه موجوده على الانتيجين بريزنتنج سيل وعلى التي سيل، وبالتالي يبقى في منظومه من السيجنالز تؤدي الى اكتيفيشن اوف تي سيل، وبالتالي سيريز بقى من الاكشنز، يعني اكتيفيشن يليه بقى عمليه بروليفريشن وكلونال اكسبانشن ثم ديفرنشيشن وهكذا، بحيث ان الخليه تتحول في النهايه الى افكتور سيل، التي سيل تتحول الى افكتور سيل قادره على انها تتعامل مع الباثوجين. طبعا غني عن الذكر بقى نقول انه التي لينفوسايت ديت جايه من الثايموس جلاند مهاجره عامله مايجريشن ورايحه للسكندري لينفويد اورجن، وفي داخل السكندري لينفويد اورجن بتعمل سيركيوليشن بتتحرك داخل السكندري لينفويد اورجن علشان تبحث عن انتيجين، وانه فيه انتيجين بريزنتنج سيلز داخل اللينفويد اورجنز فور اكزامبل الدندريتك سيلز قادره على انها تعمل بريزنتيشن للانتيجينز. طيب يعني سيمبلي خلينا ايه نقول الخطوات اللي اتكلمنا عنها ديت بطريقه فيري سيمبل. So the protein antigens of microbes are transported from the portals of entry of the microbes to the peripheral lymphoid organs through which naive T cells circulate. خلاص احنا قلنا انه السكندري lymphoid organs فيها ال T cells ال naive T cells اللي منتظره وجود any antigen، وبالتالي الانتيجنز اللي داخله من خارج الجسم او اللي نتجت في الجسم بطريقه ما according to infection من الممكن انها يحصل لها trapping وبالتالي تنتقل هي كمان الى السكندري lymphoid organ وتتقابل مع التي سيلز الموجوده في السكندري lymphoid organ. The antigens are processed and displayed by MHC molecules on dendritic cells او antigen presenting cells، يعني the antigen presenting cells that are the most efficient stimulators of naive T cells. بعد كده الانتيجنز اللي حصل لها trapping ودخلت على السكندري lymphoid organ يحصل لها ingestion وprocessing by the antigen presenting cells وبعدين presented to the T cells by MHC molecules on the surface of the antigen presenting cells. When a T cell recognizes antigen, the cell transiently stops moving and initiates its activation program. احنا قلنا انه التي لينفوسايت لما بتعمل migration من الثايموس جلاند وتروح على السكندري lymphoid organ بتعمل circulation movement داخل السكندري lymphoid organ على اعتبار انها بتبحث عن appropriate antigen. طيب خلاص عملت recognition للappropriate antigen ده، يعني عملت recognition لانتيجين مناسب وفي ماتشنج ما بين التي سيل ريسبتور والانتيجين او الابيتوب اللي موجود على الانتيجين، خلاص ستوب موفينج بقى هتبطل الحركه دي لان الحركه دي كان سببها هو السيرفيلانس البحث عن انتيجين المراقبه او البحث عن انتيجين، خلاص لقت الانتيجين وعملت ريكوجنيشن هتستوب موفمنت خلاص وتبدا بقى المراحل بتاعه الاكتيفيشن. Thus naive T cell T lymphocytes first encounter protein antigen in the peripheral lymphoid organs. وبالتالي يبقى هنا التي لينفوسايت هتبدا تعمل مراحل الاكتيفيشن بتاعها في داخل السكندري lymphoid organs او البريفيرال lymphoid organs. At the same time as the T cell are seeing antigen, they receive additional signals in the form of microbial products or molecules expressed by antigen presenting cells during innate immune reactions to the microbes. الكلام ده مهم جدا بقى. الكلام ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الجمله دي بتتكلم عن السكندري سيجنالز. وانا قلت قبل كده انه لا يمكن ابدا التي لينفوسايت بي اكتف فقط بوجود جاست وان سيجنال عبر التي سيل ريسبتور. التي سيل ريسبتور سيجنال الفيرست سيجنال دي مهمه جدا طبعا، مهمه. ان التي سيل ريسبتور يبقى قادر على انه يرتبط بالام اتش سي مولكيول بلس ذا انتيجين
ونبقى في سيجنال بتعبر من ال MHC plus the antigen الى عبر ال T cell receptor الى الخلية. وبعدين ياخدوا بقى مولكيول ويعمل له ترانسلكشن داخل الخلية. ماشي، اهلا وسهلا، دي الفيرست سيجنال. لكن لازم يبقى في اديشنال سيجنالز، يعني سكندري سيجنالز. طب بتيجي منين السكندري سيجنالز؟ بتيجي من ثلاث حاجات، بتيجي من ثلاث جهات غالبا. الجهة الاولانية هي الكو ريسبتورز. احنا قلنا ان التي لينفوسايت عليها تي سيل ريسبتور وكو ريسبتورز، والانتيجين بريزنتنج سيل عليها ام اتش سي بلس ده بيبتايد وكو ريسبتورز. الكو ريسبتورز تتقابل مع بعضها ويحصل نوع من الاتاتشمنت منها وبين بعضها، ويحصل سيجنالز سكندري سيجنالز عبر الكو ريسبتورز. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان الانتيجين بريزنتنج سيلز تفرز سيتوكاينز. مش بس الانتيجين بريزنتنج سيلز، حتى الانيت اميون سيلز، لان الباثوجين ده، الانتيجين ده ناتج عن وجود باثوجين، ناتج عن وجود انفكشن. والانفكشن ده يقينا قوبل بانيت اميونيتي من فتره، من عده ايام. الانيت اميونيتي دي معناها انه في انيت اميون سيلز حصل لها اكتيفيشن. الانيت اميون سيلز اللي حصل لها اكتيفيشن دي يقينا انتجت سيتوكاينز. السيتوكاينز دي بيبقى لها تاثير كبير جدا على الاكتيفيشن اوف تي سيلز لما يجي يحصل سيلولار اميونيتي او سيل ميديتد اميونيتي. ده مهم جدا. الحاجه الثالثه ان يبقى في مايكروبيال برودكتس بتؤثر تاثيرات متتاليه على التي سيلز، ودي مهمه جدا. يبقى انا عندي فيرست سيجنال وعندي سكندري سيجنالز، كل ده بيؤدي الى ايه؟ الى اكتيفيشن اوف تي سيلز. That's to say antigen recognition by naive T cell induced IL-2 secretion which help T cell proliferation and differentiation into effector CD4 and CD8 T cells. Okay, ونكمل مع بعض. T cell receptors are composed of two transmembrane subunits, alpha and beta, with very short cytoplasmic tails and are non-covalently associated with several signaling subunits. يبقى اذا ال T cell receptor is composed of alpha and beta subunits، وان الالفا والبيتا subunits ديت لها short cytoplasmic tails، والشورت cytoplasmic tails ديت engaged with some signaling subunits علشان تعمل تساعد في الايه، في السيل، في السيجنال ترانسدكشن، في السيجنال ترانسدكشن، انه يبدا يدخل السيجنال الى داخل الخليه. Also important للسيجنالينج ايه بقى؟ السي دي 8 والسي دي 4 مولكيولز. واحنا قلنا قبل كده ان دول بيساعدوا كتير جدا في عمليه الريكوجنيشن، وانه السي دي 8 متعلق بايه؟ ب نون فاريبل ام اتش سي بورشن على الكلاس 1 MHC، وانه CD4 بيعمل ايه؟ بيعمل بايندنج مع نون فاريبل MHC بورشن على الكلاس 2 MHC، وده بيساعد في عمليه الريكوجنيشن. كمان التي سيل ريسبتور اسوشيتس وذ اكسسوري مولكيولز لايك ذا CD3 مولكيول اللي موجود هنا، وده بيلعب دور كبير جدا في انه يكون يونت اوف ريكوجنيشن مع الكور، مع التي سيل ريسبتور. يكون يونت اوف ريكوجنيشن، وحده لعمليه الريكوجنيشن وعمليه الترانسدكشن اوف ذا سيجنالز. So T cell receptor associates with accessory molecules like CD3 to 4 with the T cell receptor complex that is responsible for T cell antigen recognition. Full activation of naive T cell requires at least ايه بقى؟ two signals، مش signal واحده. Following the first antigen presenting cell signal اللي هي بتيجي عبر ال MHC مع T cell receptor، دي المين سيجنال. طبعا ال MHC with the peptide antigen مع ال T cell receptor ده المين سيجنال. خلاص؟ يبقى following the first antigen presenting signal is the co-stimulation which is antigen non-specific and is provided by molecules on antigen presenting cell that engage particular co-stimulatory receptors on the T cell. يبقى انا عندي هنا على التي سيل في كو ريسبتورز زي السي دي 28 مثلا اللي بيرتبط مع سي دي 80 او سي دي 86 الموجود على الانتيجين بريزنتنج سيل، واذر كو ريسبتورز كتير جدا، ودول بيلعبوا ككو ستيمولاتري مولكيولز دور كبير جدا في الاكتيفيشن اوف تي سيل.
costimulatory molecules stimulate T cell in conjugation with antigen. يبقى بالإضافة إلى الأنتيجين والسيجنال اللي التي سيل بتاخدها عبر الأنتيجين والارتباط مع الـ MHC والتي سيل ريسبتور بيبقى فيه برضو سيجنالز عبر الكو ريسبتورز والسيجنالز التالتة عبر السيتوكاينز والسيجنالز الرابعة عبر يعني بعض الايه البارتس اوف ذا pathogen. Number two, the activation. والاكتيفيشن الحقيقه مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه the subsequent processes بعد عمليه الريكوجنيشن. يعني ايه؟ يعني مقصود بيه تحويل النايف تي لينفوسايت upon recognition of appropriate antigen presented by an antigen presenting cell تحويلها من نايف سيل الى افكتور سيل. معنى كده انه the T lymphocyte will recognize specific antigen presented by an antigen presenting cell. خلي بالكم اللي هقوله ده. Presented by an antigen presenting cell. وبالتالي ده معناه ان T lymphocyte will receive some signals. More than one signal يقينا. The first signal قلنا عبر T cell receptor و other signals ممكن تبقى عبر co receptors أو co stimulatory molecules وممكن تبقى عبر cytokines مش كده؟ وبالتالي ده معناه إيه؟ معناه إن الخلية هتبدأ تؤدي functions ما كانتش بتقدر تأديها قبل كده. زي إيه؟ ثلاث حاجات مهمين جدا هيحصلوا. أول حاجة قدرة التي لينفوسايت على إنها تفرز سيتوكاينز. تاني حاجة قدرة التي لينفوسايت على إنها تعمل بروليفريشن. تالت حاجة قدرة التي لينفوسايت على إن يحصل لها فارذر ديفرنشيشن. خلي بالكم. التلات حاجات دول بيزد على إيه؟ بيزد على حاجة واحدة. أنتيجين ريكوجنيشن. يبقى antigen based activation يبقى المسألة كلها مسألة الاكتيفيشن دي ايه؟ بنقصد بيها ايه؟ antigen based activation هيؤدي الى تغيرات عميقة جدا بتحدث في التي سيلز. هذه التغيرات تصل الى حد التأثير على الاكتيفيتي اوف جينز inside the nuclei of the T cell فتبقى قادرة على انتاج بروتينات بنسميها cytokines. لا يمكن ابدا هتبقى قادره على تكوين هذه البروتينات السيتوكاينز الا لما يبقى في اكتيف جينز هتعمل ترانسكريبشن لمسنجر ار ان اي وهكذا السيريز المعروفه بقى بتاع البروتين يعني كرييشن او بروتين برودكشن في داخل الخليه. قدره الخليه على انها تعمل بروليفريشن انقسامات ما كانتش بتعمل انقسامات وهي نايف. ما كانتش بتعمل انقسامات وهي نايف بيزد على انتيجين اكتيفيشن عشان نبقى دقيقين جدا. هنا هتعمل بروليفريشن بيزد على ايه؟ على اكتيفيشن باي سيرتن انتيجينز. تبقى قادره على انها تعمل ديفرنشيشن تتميز بقى عشان تتحول الى افكتور بقى قادره على انها تؤدي الايه؟ الفانكشن بتاعتها. طيب a fraction of these activated lymphocytes undergo the process of differentiation which results in conversion of naive T cells whose function is to recognize الى effector T cells whose function is to eliminate the microbe. يبقى اذا عمليات differentiation تحول الخليه من naive كل وظيفتها انها تعمل recognition للانتيجين الى effector cell وظيفتها انها تعمل effect أو الميكانيزم اللي هيؤدي إلى elimination of the microbe تخلص الجسم من الميكروب. Some effector cells may remain in the lymph nodes. بعض الإفكتور سيلز دي هتبقى داخل الليمph nodes على اعتبار إن في antigens trapped داخل الليمph nodes مش كده؟ Where they function to eradicate infected cells in the lymph node. مين الإنفكتد سيلز in the lymph nodes؟ ها؟
the antigen presenting cells مش كده to provide signals or to provide signals to B cells that promote antibody response against the microbe. It depends on the type of antigen او type of pathogen او type of microbe. هل الميكروب ده محتاج لوجود antibodies وبالتالي التي لينفوسايتس CD4 positive تي لينفوسايتس الاكتف اللي موجوده داخل الليمف نودز يبقى جزء منها علشان يعمل اكتيفيشن لايه؟ لبي سيلز. الاذر بقى افكتور تي سيلز هتهاجر وتروح لفين؟ للسايت اوف انفكشن عشان تعمل ايراديكيشن لايه؟ للانفكشن او اليمينيشن للانتيجين خالص. طبعا يعني غني عن التعريف بقى ان احنا نقول انه فيه يعني certain progeny of the T cells يعني جزء من التي سيلز هيحصل له proliferation وبالتالي differentiation into memory cells. هيكون memory cells. الميموري سيلز دي عباره عن لونج لايفد سيلز في الوقت الحالي في الاصابه الحاليه فانكشنالي ان اكتف مش هتأدي اي دور. لكن الدور الحقيقي اللي هتلعبه هينتج امتى او هيظهر امتى؟ لو انه في ريبيتد اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين. يعني لو نفس الباثوجين حاول يدخل الجسم مره ثانيه هتبدا الميموري سيلز دي تعمل فيجرس ريسبونس اجينست ده. بص على التشارت الموجود قدامنا ده او على الدروينج الموجود قدامنا ده ظريف جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده ريستنج انتيجين بريزنتنج سيل اللي هي دي. ليه؟ لانه الكوستيميولاتري مولكيولز ار ديفيشنت. مفيش كوستيميولاتري مولكيولز هنا. ديت نايف تي سيل عليها تي سيل ريسبتور. الانتيجين بريزنتنج سيل استطاعت انها تكون ام اتش سي مولكيول بلس انتيجين اللي في الوسط ده. ومع ذلك ومع قدره التي لينفوسايت على تكوين تي سيل ريسبتور وحدوث بايندنج ما بين التي سيل ريسبتور والام اتش سي بلس بيبتايد انتيجين الا انه نو ريسبونس اوف تي سيلز. يعني التي سيل دي مش هيحصل لها اكتيفيشن. ليه؟ لان مفيش اي سكندري سيجنالز هنا خلاص. انما في الحاله دي لو بصيت على الاكتيفيتد انتيجين بريزنتنج سيلز بيقول لك increased expression of co-stimulators and secretion of cytokines. عندها co-stimulators اهي اكتر من co-stimulator. والco-stimulators دولت عملوا ايه؟ عملوا binding مع co-stimulatory molecules موجودين على ال T-cells. يبقى الى جانب T-cell receptor اللي استطاع ان يعمل binding مع ال MHC plus antigen في ايضا كوستيميوليتورز عملت بايندنج مع كوريسبتورز ما بين التي سيل والايه؟ الانتيجين بريزنتنج سيل. وكمان في ايه؟ ها؟ سيتوكاينز. يبقى انا هنا التي سيل دي خدت كام نوع من السيجنالز اللي قدامي في الرسمه اللي قدامي دي؟ ثلاثه. ادي سيجنال عبر التي سيل ريسبتور وادي سيجنالز عبر الايه؟ الكوريسبتورز وادي سيجنال عبر السيتوكاينز. وبالتالي الايه التي سيل هيحصل لها اكتيفيشن وتتحول الى ايه افكتور سيل. تبدا بقى عمليه البروليفريشن والديفرنشيشن عشان تؤدي الوظيفه بتاعتها. نمبر 3 كلونال سيليكشن اند اكسبانشن. طبعا يعني افهمكم المفهوم بس او الكونسبت بسرعه كده. احنا قلنا انه ببساطه شديده جدا هيحصل مايجريشن للتي سيلز من الثايموس جلاند الى داخل السكندري لينفويد اورجن وهتعمل سيركيوليشن داخل السكندري لينفويد اورجن. مين دي اللي بتعمل سيركيوليشن داخل السكندري لينفويد اورجن؟ التي سيلز النايف تي سيلز مش كده؟ النايف تي سيلز ديت نوع واحد ولا انواع كتير؟ بمعنى ادق كل التي سيلز دي بيرنج ذا سيم انتيجين ريسبتور ولا بيرنج ديفرنت انتيجين ريسبتورز؟ يعني الريسبتورز اللي على التي سيلز زي بعضها ولا مختلفه عن بعضها؟ ها ايوه مختلفه عن بعضها.
والا كانت كل التي سيلز ما تستطيعش انها تعمل ريكوجنيشن الا الانتيجين واحد، مش كده؟ يبقى اذا في different clones of T cells، مش كده؟ CD4 و CD8 different clones. يبدأ يحصل presentation للانتيجين اللي حصل له تراب في الليمف نود، ويتم عرض الانتيجين ده على الكلونز بتاعت التي سيلز. فالتي سيل ريسبتور اللي على الكلون الاولانيه مثلا ما يبقاش فيه ماتشنج ما بينها وما بين الابيتوبس اللي على الانتيجين، فما ينفعش يحصل لها اكتيفيشن، مفيش ريكوجنيشن هيحصل اصلا. اللي بعدها مفيش ريكوجنيشن، يفضل يحصل كده لغايه ما يحصل سيلكشن لكلون. التي سيل ريسبتور بتاعها قادر على انه يعمل بايندنج مع الام اتش سي وذ ذا انتيجين، يبقى في ماتشنج ما بين الابيتوب اللي موجود على الانتيجين اللي هو بريزنتد باي انتيجين بريزنتنج سيل وما بين التي سيل ايه ريسبتور. ده اسمه كلونال سيلكشن، اختيار الكلون دي تحديدا من التي سيلز. طب بقيه الكلونز خلاص، بقيه الكلونز هتظل نايف زي ما هي، هتفضل نايف سيلز زي ما هي. طب الكلون اللي تم اختيارها دي هيحصل ايه؟ قلنا مجموعه من الاحداث نتيجه الاكتيفيشن بتاعها، لان الريكوجنيشن ده الانتيجين بيزد اكتيفيشن ده او الريكوجنيشن اوف انتيجين ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه قدره الخليه على انها تعمل بروليفريشن، قدره الخليه على انها تعمل تفرز سيتوكاينز، قدره الخليه على انها تعمل ديفرنشيشن. هينتج عنه ان الكلون دي هتعمل نسخ عديده منها، وبالتالي تعمل حاجه اسمها كلونال اكسبانشن، علشان تعمل جيش كبير من الخلايا قادر على انه يواجه الانتيجين ده. ده اللي مكتوب هنا. الحته دي بقى مهمه جدا برضو، من ضمن الحاجات المهمه. بتقول ايه بقى؟ Within 1 to 2 days after activation, T cells begin to proliferate and start expansion of antigen-specific lymphocytes. بعد الاكتيفيشن يوم او اتنين تبدا التي سيل تعمل بروليفريشن عشان تكون عدد كبير جدا. طيب هل في فرق ما بين البروليفريشن اللي بيحصل في السي دي 8 والبروليفريشن اللي بيحصل في السي دي 4؟ اه في فرق. ليه؟ لان في فرق في الفانكشن. طيب نقرا كده، سي دي 8 positive تي سيلز بيفور انفكشن، قبل ما يحصل انفكشن يعني قبل السي دي 8 ما تعمل ريكوجنيشن لسبيسيفيك انتيجين ابروبريت انتيجين، 1 ان 10 تو ذا باور 5 تو 10 تو ذا باور 6 از سبيسيفيك فور انتيجين. عدد الكلونز اللي تقدر تعمل ريكوجنيشن للانتيجين ده في داخل الليمف نود تقريبا 1 في المليون، 1 في المليون تقريبا. يبقى أنا عندي أكتر من مليون نسخة من الخلايا CD8 على كل واحدة فيهم different receptor، نوع واحد منهم بس هو القادر على إنه يعمل recognition للأنتيجين. كويس، هنعتبر إن ده viral infection. بقول لك بقى after viral infection 10 to 20% of all lymphocytes in the lymphoid organ may be specific for that virus. يعني إيه؟ يعني أنا عندي 1 في المليون من الخلايا CD8 الموجودة داخل الليمف نود قادرة على إنها تعمل ريكوجنيشن للإيه؟ للفيرال أنتيجين ده. عملت ريكوجنيشن للفيرال أنتيجين ده، هيترتب على الريكوجنيشن ده إيه؟ بروليفريشن، أكتيفيشن وبعدين بروليفريشن عشان تعمل الكلونال إكسبانشن. النسخة دي هتزود عددها لغاية ما يصل الأمر إلى أن تقريبا 20% من عدد الخلايا الليمفوسايتس الموجودة في الليمف نود دي كلهم سبيسيفيك للفيرال انفكشن ده أو للفيرال انتيجين ده. يبقى إذا ده هيبقى عدد ضخم جدا، هيبقى عدد بالملايين من الخلايا، مش كده؟ an increase of، والانكريز هنا هيبقى في حدود 100,000 مرة. يعني مثلا
لو في 50 خلية CD8 specific للفيرال انتيجين ده قبل الفيروس ما يدخل، دخل الفيروس قعد الانتيجين يتعرض على الخلايا CD8 فلقى النسخة دي اللي فيه منها 50 واحدة، بعد ما ال 50 دول يحصل لهم اكتيفيشن وبروليفريشن هيتحولوا لكام؟ ل 5 مليون خليه، 100,000 فولد، 5 مليون خليه سي دي 8 كلهم موجهين ناحيه مين؟ ناحيه الفيروس ده او الفيرال انفكتد سيلز دي علشان يقضوا على الفيرال انفكتد سيلز دي، تمام كده؟ طيب بالنسبه للسي دي 4 بقى، السي دي 4 يقول لك بقى ان عدد الزياده هيبقى اقل. ليه؟ اصل السي دي 4 ما بتهاجمش، السي دي 4 بتعمل اكتيفيشن لاذر كومبوننتس، فيقول لك سي اونلي 100 تو 1000 فولد انكريز، الانكريز هيبقى من 100 ل 1000 مره مش 100,000 زي السي دي 8. الديفرنس ده بقى ليه بقى؟ عشان الديفرنس ان فانكشن، السي دي 8 ار افكتور سيلز ذيم سيلفز كيل انفكتد سيلز، لكن السي دي 4 افكتور سيلز secrete cytokines that activate other effector cells. والسيتوكاينز دي احنا محتاجينها بكميات كبيره ولا قليله؟ قليله جدا. خلاص؟ small amounts of cytokines needed to cause action. Number 4 differentiation. عمليات التميز. وانتوا طبعا عارفين انه عمليات التميز دي بتبدا بدري قوي مع التي سيلز او البي سيلز اثناء الديفلوبمنت اصلا. يعني لا يتوقف التميز of T cells or B lymphocytes. احنا خلينا بنتكلم عن T cells دلوقتي. تبدأ بدري أثناء ال development of T lymphocytes inside the thymus gland لحد ما تصل إلى أنها تعمل differentiation فتكون لي single CD4 single CD8. فاكرين؟ وقلنا إن في ثلاث أنواع مهمين جدا من T lymphocytes هم CD8 و CD4 و regulatory cells. وبعدين الخلايا دي بتهاجر mainly السي دي 4 والسي دي 8 الى السكندري ليمفويد اورجن، ويبدا الخلايا دي تعمل ريكوجنيشن لابروبريت انتيجين لو حصل انفكشن، وبالتالي يحصل اكتيفيشن للخلايا ديت، وبالتالي يحصل بقى ايه؟ يحصل بروليفريشن وبعدين فارذر ديفرنشيشن عشان تتحول للافكتور سيلز. يعني مثلا على سبيل المثال هنا تلاقي دي نايف سي دي 4 بوزيتيف تي لينفوسايت بيزد على سيرتن انتيجين، يعني سيرتن باثوجين تتلقى سيجنالز محدده باستخدام سيتوكاينز محدده فيحصل لها ديفرنشيشن الى تي اتش 1 تي هيلبر 1. التي هيلبر 1 تدفع في اتجاه سيل ميدييتد اميونيتي. السيل ميدييتد اميونيتي تلعب دور في ايه؟ في الاليمينيشن اوف انترا سيلولار باثوجينز، او في بعض الاحيان الالرجيك رياكشنز، او انها تتلقى سيجنالز ثانيه مختلفه لان الباثوجين مختلف، ها في حاله باثوجين مختلف فيحصل لها ديفرنشيشن الى تي اتش 2 تي هيلبر 2، ودي بتدفع في اتجاه ها مينلي هيومرال اميونيتي عشان الاكسترا سيلولار بارازايتس، او تي اتش 17 اوتو اميونيتي او بريجننسي ايه cases، او تي ريجيلاتري سيلز. يعني انا اقصد اقول انه في النهايه عمليه الديفرنشيشن مهمه جدا علشان هي بتحدد طبيعه الايميون ريسبونس. هنا مثلا بيتكلم عن ايه؟ يقول لك many different subsets of helper T cells perform various functions. زي ما قلنا تي اتش 1 غير تي اتش 2 غير تي اتش 17 غير تي ريجيلاتري، كل واحده منهم بتلعب دور غير الثاني. The most common subsets are TH1 which mediates cytotoxic T cell activity, cell mediated immunity. خلاص TH2 which presents antigen to B cells, humoral immunity. Additionally TH17 which only differentiates from effector cells if certain cytokines are present is important in regulating and inhibiting T regulatory cells. يبقى بتلعب دور كبير جدا في ايه؟ في الاوتو اميونيتي او في الايه الريجيليشن اوف تي ريجيلاتري سيلز. الافكتور سيلز شورت لايفد، وجود الافكتور سيلز مرتبط بوجود الايه الانفكشن، لكن مين اللي لونج لايفد؟
الميموري سيلز. طبعا نفس الشيء بقى بالنسبه للسي دي 8 بوزيتيف تي سيلز. السي دي 8 بوزيتيف تي سيلز وين ذي انكاونتر ان انتيجين خلاص هتجين سيجنالز، وبالتالي السيجنالز دي هتؤثر في الخليه السي دي 8، حتى انا قلت قبل كده بتؤثر في الجينات بتاعت الخليه، فتؤدي الى قدره الخليه على انها تعمل بروليفريشن وديفرنشيشن الى سيتوتوكسيك تي سيل افكتور سيتوتوكسيك تي لينفوسايت. الافكتور سيتوتوكسيك تي لينفوسايت بيبقى عندها مقدره على انها تكون او تفرز انتي فايرال سيتوكاينز زي الانترفيرون جاما او تيومر نيكروزيس فاكتورز، وكمان سيتوتوكسيك مولكيولز زي البرفورينز والجرانزايمز، وده اللي بيخليها قادره على انها تعمل ليثال هيت على الخلايا المصابه وتتخلص منها، وبالتالي الافكتور سيلز دي تتلقى سيجنالز بعد الاليمينيشن اوف او الايراديكيشن اوف ذا انفكتد سيلز، تتلقى سيجنالز عشان يحصل لها ابوبتوزيس، وبالتالي يقل العدد بتاعها تدريجيا لغايه ما تختفي تماما ويبقى فقط الميموري سيلز. نمبر 5 ذا افكتور فانكشن ذا اندكشن اند افكتور فيزز اوف سيل ميديتد اميونيتي. الافكتور فانكشن بقى بيحصل ازاي؟ نمبر 1 اندكشن اوف ريسبونس. النايف سي دي 4 وسي دي 8 ريكوجنايز بيبتايدز ذات ار درايفد فروم بروتين انتيجنز اند presented by an antigen presenting cells. قلنا الكلام ده قبل كده، يبقى أول حاجة recognition in peripheral lymphoid organ، والكلام ده بيحصل فين؟ في secondary lymphoid organs اللي هي peripheral lymphoid organs. The T lymphocytes are stimulated to proliferate and differentiate and effector cells enter the circulation. خلاص هيحصل الاكتيفيشن، وبالتالي يحصل بقى إيه؟ proliferation وdifferentiation لحد ما تتحول إلى effector cells. نمرة 2 ايه الافكتور سيلز دي هتعمل ايه؟ migration of effector cells and other leukocytes to site of ايه؟ of antigen. هما دلوقتي داخل السكندري lymphoid organ خلاص؟ الانفكشن في مكان ما بالبادي في مكان بعيد لازم يعملوا migration للسايت of ايه؟ of antigen. effector cells and other leukocytes migrate through blood vessels in peripheral tissues علشان يروحوا لل انتيجين. نمرة 3 السيل افكتور فانكشن بقى، الافكتور فانكشن السي دي 4 هتعمل ايه؟ اكتيفيت اذر كومبوننتس، يا اما تعمل اكتيفيشن لفاجوسايتك سيلز زي الماكروفاج، يا اما تعمل اكتيفيشن لبي سيلز، يا اما تعمل اكتيفيشن لسيتوتوكسيك تي لينفوسايت. طب السيتوتوكسيك تي لينفوسايت دي بتعمل كيلينج للانفكتد سيلز، بتعمل كيلينج مباشر للانفكتد سيلز. بيقول لك هنا بقى ايه وبيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن انه الافكتور سيلز are relatively short-lived activated cells that defend the body in an immune response. خلاص دي short-lived، قلنا الكلام ده قبل كده. effector activated T cells include cytotoxic T cells والhelper T lymphocytes اللي بتعمل cell-mediated responses. الhelper T cells once activation is complete الhelper T cells then allows itself to proliferate. It achieves this by releasing potent T cell growth factor بنسميه ال IL2. يبقى ال IL2 بيلعب دور كبير جدا فين؟ في ال proliferation of CD4 positive T lymphocyte. أنا عايزكم تبصوا على ال drawing ده. هنا antigen presenting cell present an antigen peptide antigen طبعا using MHC ودي عبارة عن T cell. وهنا موجود ايه؟ شايفين ده؟ co-stimulatory receptor. co-stimulatory molecule مع co-stimulatory receptor. وبالتالي في secondary signal وبالتالي يحصل ايه؟ activation. طب بص على الرسمة النمرة B ديت. antigen presenting cell وعندها هنا MHC مع peptide antigen. وهنا في T cell receptor وكل حاجة. لكن هنا في ايه بقى؟ co-inhibitory receptor. فبيعمل انهبيتوري سيجنال فيحبط قدره التي سيل على الاكتيفيشن، فيبقى ايه بقى؟ ان ريسبونسيف او انرجيك تي سيل، يعني خليه غير قادره على انها تؤدي وظيفتها، وبالتالي يحصل ابوبتوزيس للتي سيل. طب هنا انتجين بريزنتنج سيل عملت ايه؟ برزنتيشن باستخدام ام اتش سي وبيبتايد انتجين للريسبتور بتاع التي سيل، لكن مفيش ايه؟ مفيش كوستيميلاتري ريسبتورز، وبالتالي
unresponsiveness للتي سيل. تمام كده؟ بيتكلم هنا بقى عن ايه؟ عن دور بعض السيتوكاينز في عمليات الدفرنشيشن، ودي لها دور خطير جدا 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 ومهم جدا. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ ان الاكتيفيتد تي سيلز بروديوس الفا سب يونت اوف اي ال 2 ريسبتور. يعني الاكتيفيتد تي سيلز بتكون ريسبتور فور ذا اي ال 2. الاي ال 2 ده عباره عن سيتوكاين انترليوكن، واحد من الانترليوكنز المهمين جدا واللي بيلعبوا دور كبير جدا في البروليفريشن. طب هيؤثر على الخليه ازاي عشان تعمل بروليفريشن؟ لازم الخليه تعمل له ريسبتور على سطحها. وبعدين الاي ال 2 يرتبط بايه؟ بالريسبتور على سطح الايه؟ التي سيل الاكتيفيتد. فيؤدي الى تي سيل ايه؟ بروليفريشن، فتعمل كلونال اكسبانشن. خلاص؟ الاوتوكراين او باراكراين سكريشن، طبعا عارفين اوتوكراين يعني ايه وباراكراين يعني ايه. وفي اي ال 2 can bind to the same T helper cell or neighboring T helpers via the IL2 receptor اللي قلنا الاكتيفيتد T cell هتكونه. Thus driving proliferation and clonal expansion. TH cell receiving signals of activation and proliferation هتبقى بـ TH0. وبالتالي TH0 cells ديت can secrete IL2, IL4 وانترفيرون جاما. TH0 cell will then differentiate into TH1 or TH2. يبقى الأول في TH0 يحصل لها further differentiation إلى TH1 أو TH2 بناء على إيه؟ بناء على نوعية السيتوكاينز اللي هتؤثر عليها depending on cytokine environment. الانترفيرون جاما drives TH1. الانترفيرون جاما يؤثر على TH0 فيحولها إلى TH1. خلاص؟ TH1 cell production while ال IL10 وال IL4 inhibit TH1 cell production. يبقى انا عندي antagonism في الاكشن هنا ما بين الانترفيرون جاما من ناحيه وال IL10 وال IL4 من ناحيه. الانترفيرون جاما يحول TH0 الى TH1، ال IL10 وال IL4 يمنعوا تكوين TH1، والعكس صحيح. Conversely ال IL4 drives TH2 production والانترفيرون جاما inhibit TH2 production. خلاص؟ طبعا السيتوكاينز دي لها وظائف كثيره جدا، لكن احنا بنتكلم بس عن ازاي بيحصل ديفرنشيشن وازاي السيتوكاينز دي بتؤثر على عمليه الديفرنشيشن بتاعه TH cells. طبعا بقى من الطبيعي ومن المعروف جدا، يعني اتكلمنا في الحكايه ديت اكتر من مره، ان التي هيلبر سيلز capable of influencing a variety of immune cells. ان التي هيلبر قادر على التاثير على كثير من انواع الخلايا او الكومبوننتس، زي قدرتها على انها تعمل اكتيفيشن للبي سيلز، قدرتها على انها تعمل اكتيفيشن للماكروفاج، قدرتها على التاثير على السي دي 8 بوزيتيف تي ليمفوسايتس، وبالتالي تحدد نوعيه الايميون ريسبونس المفيد بالنسبه للهوست. تي اتش 1 تي اتش 2 موديل، لسه كنا بنتكلم دلوقتي وبنقول انه ذا سي دي 4 بوزيتيف تي ليمفوسايت كان فاردر ديفرنشيت انتو فروم تي اتش 0 انتو تي اتش 1 اور تي اتش 2. ذيس ار ذا مين اوف ذا موست امبورتنت يعني differentiating helper T lymphocyte. هو هنا بيقول لك ايه؟ proliferating helper T cells that develop into effector T cells differentiate into two major subtypes اللي هم يبقى TH1 او TH2. تمام كده؟ انا بقى هبص على الدروينج ده وهاخد الجانب الايمن ده، الجانب الايمن ده مهم جدا لازم تعرفوه كويس جدا. ليه؟ لانه بيتكلم عن ايه هي السيتوكاينز اللي هتدفع في اتجاه TH1، ايه هي السيتوكاينز اللي هتدفع في اتجاه TH2. طب بعد ما يتكون الـ TH1 ايه السيتوكاينز اللي هتستطيع الـ TH1 انها تكونها وتفرزها، وايه السيتوكاينز اللي هتستطيع الـ TH2 بعد ما تبقى differentiated into TH2 تكونها وتفرزها. فهنا مثلا اللي على السهم ده معناه ايه؟ السيتوكاينز اللي هتحول النايف سيل الى TH1. يبقى مين دول؟ انترفيرون جاما و IL12. يبقى مين هم السيتوكاينز القادرة على انها تحول او تعمل differentiation من TH0 الى TH1؟ اتنين هم انترفيرون جاما و IL12. كويس، اتكون TH1. ال TH1 دي ايه وظيفتها الرئيسية؟
وظيفتها الرئيسية intracellular pathogen و autoimmunity، وبالتالي وظيفتها الرئيسية انها تدفع في اتجاه cell mediated immunity. تمام كده؟ كويس. طب الحاجة التانية المهمة بقى، TH1 دي قادرة على انها تكون cytokines كمان؟ قادرة على انها تكون cytokines. مين بقى هي السيتوكاينز اللي تكونها؟ انترفيرون جام واي ال 2 خلاص؟ وال تي الفا واي ال 10. ايه ده؟ ده احنا من شويه كنا بنقول ان الاي ال 10 ده بيمنع تكوين التي اتش 1 مش كده؟ ما هي التي اتش 1 بتعمل كنترول على نفسها او سيلف ريجيوليشن بقدرتها على انتاج الاي ال 10 احيانا عشان توقف انتاج او تكوين التي اتش 1. طيب النايف تي لينفوسايت تقدر تتحول الى او بيحصل لها ديفرنشيشن الى تي اتش 2 مين بقى السيتوكاينز اللي بتعمل كده؟ الاي ال 4 والاي ال 2 مش كده؟ طيب دي وظيفتها ايه؟ انها تتعامل مع ايه؟ اكسترا سيلولار بارازايتس والرجي اند ازمه، يعني هيومورال ايميون ريسبونسز، يعني بي سيل اميونيتي. طب التي اتش 1 قادره على انها تكون سيتوكاينز؟ مين هي؟ اي ال 4 و 5 و 13 و 25 و 10. لازم تعرفوا الكلام ده كويس جدا. تي هيلبر تايب 1 او تي اتش 1 هو بقى بيتكلم عن ان اللينيج ده من السي دي 4 افكتور تي سيلز بروموت سيل ميديتد ايميون ريسبونسز. قلنا تي اتش 1 متعلقه بالسيل ميديتد ايميونيتي. And is required for host defense against intracellular viral and bacterial pathogens لما تكون intracellular. TH1 secrete interferon gamma, IL2, IL10, TNF alpha, TNF beta, tumor necrosis factor يعني alpha وbeta. وبعدين بيحكي الحكاية بقى من الأول، بيقول لك after activation by antigen and co-stimulators, naive T cells may differentiate into different subsets under the influence of cytokines produced at the site of activation. Cytokines that induce TH1 include IL-12, IL-18, and are produced by microbe-activated antigen-presenting cells, اللي هي antigen-presenting cells, such as dendritic cells and macrophages. والانترفيرون جاما اللي produced by natural killer cells. خلاص؟ كل دول بيدفعوا في اتجاه تكوين TH1 cells. وبقول لك هنا or by the responding of T cells themselves also is critical for TH1A development. هنا بقى بيتكلم عن الافكتور فانكشن اوف TH1، فبيقول لك انه المين افكتور سيلز اوف TH1 immunity are macrophage as well as CD8 sometimes ال IgG B lymphocytes. يعني هو هنا بيقول لك ان TH1 دي بتؤثر على مين؟ بتؤثر على الماكروفاج فتستحثها على انها تعمل فاجوسيتوزس لمين؟ للانفكتد سيلز، وتؤثر تي اتش 1 على السي دي 8، وفي بعض الاحيان السي دي التي اتش 1 برضه بتؤثر على الاي جي جي بي لينفوسايتس، لكن طبعا مينلي البي سيل اكتيفيشن بيبقى له علاقه وثيقه بالتي اتش 2. التي اتش 1 سيلز بروديوس ذا سيتوكاين انترفيرون جاما which activates phagocytes to kill ingested microbes and stimulates the production of antibodies that promote the ingestion of microbes by the phagocytes. TH2 helper cells are the host immunity effectors against extracellular parasites. وما دام اتكلمنا عن extracellular parasites او infections او pathogens او microbes يبقى بنتكلم عن humoral immunity mainly. يعني antibody immunity. They are triggered by IL-4, IL-12 and their effector cytokines are IL-4, 5, 9, 10 and 13. Effector cytokines يعني ايه؟ يعني بعد TH2 ما يحصل لها differentiation وتبقى TH2 cell قادرة على انها تنتج الإفكتور cytokines دولت. The main effector cells are eosinophils, basophils and mast cells as well as B cells. يبقى اذا TH2 قادره على انها تؤثر على نوعيات من الخلايا من ضمنها اليوزينوفيلز، البيزوفيلز، الماست سيلز والبي لينفوسايتس. TH2 cells produce the cytokines IL4 which stimulate the production of immunoglobulin IgE. يبقى الIL4
بيدفع في اتجاه تكوين اي جي اي انتي بودي. الاي ال 5 اكتيفيتس الايوسينوفيلز. الاي جي اي بارتيسيبيت ان ذا اكتيفيشن اوف ماست سيلز، لان الماست سيلز عليها ايه؟ ريسبتورز فور ذا اف سي بورشن اوف ذا اي جي اي انتي بودي. By protein antigens and coats helminthus and eosinophils destroy the helminthus. خلاص. Th2 cells stimulate the production of other antibody isotypes that may neutralize microbes and toxins. برضو Th2 ممكن تدفع في اتجاه other isotypes other than the IgE. مش كده؟ طيب خلينا نفوت ال TH17 ونروح مباشرة على ال effector function of the CD8. اوكي هنا بيتكلم عن ميكانيزمز اوف كيلينج اوف انفكتد سيلز باي ذا سي دي 8 بوزيتيف تي ليمفوسايت اللي هي الافكتور فانكشن اوف ذا سي دي 8 بوزيتيف تي ليمفوسايت. فهنا بيقول ان السي تي الز اللي هي السي دي 8 بوزيتيف تي ليمفوسايت ريكوجنايز كلاس 1 ام اتش سي اسوشيتد بيبتايدز. خلاص لازم يحصل انتجين برزنتيشن بواسطه الانفكتد سيلز يوزنج ام اتش سي كلاس 1 اند بيبتايد انتجين of cytoplasmic microbes in infected cells and form tight adhesion خلاص او conjugates with these cells. Adhesion molecules such as integrins stabilize the binding of CTLs to infected cells. يبقى في عندي adhesion molecules علشان يبقى في ترابط قوي جدا ما بين ال T cell receptor of the CD8 and other co-stimulatory molecules with the MHC class 1 with the A with peptide and other molecules on the infected cell. The CTLs are activated نتيجة الريكوجنيشن ده to release أو exocytose their granules تطلع الجرانيولز بتاعتها اللي هي الليثال هيت بقى contents toward the infected cell خلاص referred to as targets of CA of CTL killing. ال infected cell هي التارجت بتاع مين؟ بتاع CTL اللي هي cytotoxic T lymphocyte عايزه تقتل ال infected cell. The granule contents are taken into the target cell by receptor mediated endocytosis. خلاص هتبدا ال molecules produced by the CTL اللي هي الجرانزيمز والبرفورينز تتحرك على ها الايه؟ الانفكتد سيل وبالتالي تدخل بالاندوسيتوزس على الانفكتد سيل وديت بقى ايه؟ The granule contents are taken into the target cell by receptor mediated endocytosis and granzymes are released into the cytoplasm by perforin dependent mechanisms. الجرانزيمز then induce a apoptosis. يبقى اذا هيحصل apoptosis لمين؟ للانفكتد سيل. يبقى دي antigen recognition, CTL activation, CTL granule exocytosis, apoptosis of target cell. هنا بيتكلم بقى عن cooperation between CD4 and the CD8 in eradication of intracellular infections. بيتكلم عن حالة من الحالات. بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أنا عندي ماكروفاج والماكروفاج ديت في داخلها ميكروب. في داخلها pathogen. الباثوجين ده حاجة من اتنين. يا إما enclosed inside a vesicle يا إما هرب من الفيسيكل دي إلى السيتوبلازم بتاع الماكروفاج. يعني يا إما الميكروب ده موجود داخل الفاجوسوم يا إما هرب من الفاجوسوم إلى السيتوبلازم. طيب إذا كان الميكروب ده موجود داخل الفاجوسوم of the macrophage يبقى ما زال هناك قدرة للماكروفاج على إنها تعمل killing لهذا الباثوجين inside the phagosome لانه ما زال داخل الفيزيكال. في الحاله دي مين اللي يستحث الماكروفاج على انها to develop reactions against the microbe او the pathogen inside the vesicle ال CD4. طيب الباثوجين هارب وخرج من الفيزيكال دخل على السيتوبلازم. ايه اللي يحصل؟ الماكروفاج ما لهاش حيله هنا. ليس لها مقدره
على انها تعمل كيلينج للايه؟ للباثوجين في الحاله دي. امال ايه اللي يحصل؟ سي دي 8 بوزيتيف تي لينفوسايت تعمل كيلينج للماكروفاج كلها وتخلص الجسم من الاصابه اللي داخلها. يبقى ده نوع من الكوبريشن ما بين السي دي 4 في حاله ما اذا كان الميكروب او الباثوجين موجود داخل الفاجوسوم فيزيكولار كومبارتمنت، او السي دي 8 اذا كان الباثوجين هرب ودخل على السيتوبلازم. السلايدز التو سلايدز اللي باقيين دولت عباره عن سامري، نقاط كده نعملها كسامري للي فات كله في الشابتر ده او في الجزء ده من الشابتر يعني، لو تكرمتوا تذاكروهم كويس جدا على اعتبار انهم نوع من انواع المراجعه يعني. شكرا جزيلا.